لقاء جمع محافظ البصرة والسفير الأمريكي في العراق ديكولا سليمان للتباحث حول المشاكل التي تواجه البصرة وكيفية تقديم الدعم المالي واللوجستي من الولايات المتحدة في ظل ما تعانيه المحافظة من أزمة مالية كبيرة. هاي قضية أساسية. الآن كل شوارع البصرة ممكن صار عليها إعادة إعمار وتوقفت المشاريع بسبب أنه عدم صرف أموال من حكومة المركز. تعرف عندك فكرة أنه قضية البترودولار أيضا توقفت، ولذلك كل المشاريع توقفت في هذا الموضوع. كنا مع اجتماع مع الأخوة البرلمانيين لعدهم فكرة في البرلمان، والسيد رئيس البرلمان موافق عليها، هو المجيء إلى البصرة وعقد مؤتمر مشترك ما بين الأخوة البرلمانيين وبين الأخوة في مجلس المحافظة. ونحن نود المساعدة وتقديم المساعدة الممكنة في الجانب السياحي والاقتصادي لمنطقة القهوة، وهي منحة يسيرة بسيطة بقيمة 70,000 دولار، ولكنها منحة تعتبر كبيرة بالنسبة لهذه المنظمة الصغيرة الحجم، ولكنها أيضا نأمل من خلال هذه المنحة أن تساعد في برامج متعددة. الزيارة الأخيرة لمحافظ البصرة للعاصمة بغداد حملت بطياتها رسالة اطمئنان ولحل المشاكل المالية التي في ذمة الحكومة الاتحادية، والمطالبة بعقد جلسة مجلس الوزراء في البصرة لحل كل المشاكل العالقة في المجالات المختلفة. نحن داعمين لمواقف السيد المحافظ ودعوته الأخيرة بأن مجلس الوزراء يجب أن يأخذ جلسته القادمة في أرض البصرة، في محافظة البصرة، للوقوف على المشاكل الموجودة في محافظة البصرة. جلسات على هامش جلسته في محافظة البصرة تخص قطاع التربية، تخص قطاع الزراعة، تخص قطاع الأمن، وتخص قطاع التعليم والصحة أيضا. رغم الصادرات الكثيرة والنفطية والمنافذ الحدودية، ورغم أنه البصرة تصف أنه العاصمة الاقتصادية للبلد، يعني عاصمة اقتصادية يفترض أن يكون هناك رفاه اجتماعي، هناك يقول دخل كبير للفرد. العاصمة الاقتصادية للعراق تواجه أزمة مالية في ظل الإنتاج النفطي المتصاعد، سيما أثرت على توقف أغلب المشاريع الاقتصادية والخدمية في المحافظة. علي عدنان، قناة الرشيد فضائية.